سمعت في تخفيضات 11/11 حقت امازون؟ اقوى تخفيضات في السنه على امازون في الفتره هذه، تبدا من 11/11 وتخلص في 12، تخفيضات مره كبيره، تخفيضات خرافيه، اي شيء في بالك راح تلقاه هنا، سواء جوالات، سواء الكترونيات، اشياء للبي سي، اي شيء راح تلقاه في الموقع. مثل ما تشوفون في تخفيضات راح تنتهي في يوم 12 مثل ما قلت لكم، باذن الله انك راح تلقى اي شيء تبغاه، حتى راح تحصلون كيبوردات، راح تحصلون ماوسات، اي شيء متعلق بالالعاب باذن الله انك تلقاه هنا. واذا مهتم برضو في الملابس راح تلقى اشياء مخصصه للملابس، ادخل الموقع في الديسكربشن وتقضوا زي ما تبون. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع، لكن هالمقطع راح يكون تريننج، راح نتدرب معكم. من زمان ما تدربت او ما قد لعبت صراحه تريننج غير التريننج هذا اللي هنا، هذا تريننج مسوين اللعبه نفسهم، هذا دائما العبها لكن مرات اطهش منه يعني وما اخلص التحدي. فيب طريقه الوركشوب، هذه الحركه في ستيم حقين ايبك جيمز يقدرون يسوونها، اللي يسال بلاي ستيشن اكس بوكس ما اتوقع ان عندكم صراحه، جربوا بنفسكم شوفوا هل لكم وركشوب خاص ويمديكم تضيفون مابات، والله العظيم صدق ما ادري. فلا تنسون كود الايتم شوب في اس ال، الله يسعدكم جميعا، لايك واشتراك، ودي اجيب 700,000 قبل ما تنتهي 2020، انتم تستطيعون باذن الله. طيب مثل ما تشوفون هذا هو التريننج هنا، اتوقع وشو هذا وش يسوي؟ كيندي مود، هذا وش الثاني؟ هذا وشو طيب؟ كيبنج ديسيبل، اوه شوف السما كيف، لا 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 نبغى كذا كاجوال اللي هو الطور العادي، هذا تايم يعتمد على الوقت، هذا امبوسيبل، لا 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 كاجوال عادي انه منوب مره. اوكي طيب خلينا نشوف هذا ايش يسوي، هذه اتوقع يب يب زي ما توقعت، انه اذا لمست الكوره الارض جي جي، هذا الدربل يعني انك ترقي الكوره كذا. اوكي خلصنا الليفل الاول، نروح الليفل الثاني بسم الله. لا ما ادري هل في الطريق انه يحفظ يا رجل، والله توقعتها سهله صراحه. اوكي ابدا اضغط بوست كامل، لازم ترقيها فوق السياره بعدين تمشي فيها. اوكي لا لا جرب نلعب تايم، هذا تايم اوكي، اتوقع ان هذا ينفع لنا اتوقع. اوكي انا مشكلتي في دريبل وتوني معدل ديد زون. اوكي خلصتها، يا ساتر والله بعيدة ذي. اوكي عيدنا الثاني، حلو 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 من اول يا اخي، ليش انا قاعد العب كذا؟ ليه كانت اسهل لو حطيتها على السيارة مو بالكام. لا اوكي مشي مشي، تسوي ماستي بس طلعت خستي. لا لا جد يعني في تطور صراحه، انا ترى ما اعرف دربل مره. ايوه لا 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 عيد لا والله هجت على اخر لحظه شباب، ولا تضغط بوس اسرع منك بس باذن الله انك توزنها. اوكي هدي 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 لا لا يوو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 
مشكلة. صعب صعب على اللفة صعب. الله جي جي والله. طيب خلينا نجرب بدون ما نشيل بول كام. نجرب بول كام. بول كام صعب جدا. ياكي والله العظيم الماب صعب الأمانة. الماب صعب. والمشكلة في التثبيت فوق. لا هجت هجت على الأغلب هجت. هنا عرفت إني مو محترف أبدا ولا لم الاحتراف. يعني هذا الراوند الخامس شوفوا في 6 دقائق. عشان 5 راوندات يا ساتر. حرام بقي شوي والله لفيت. لأن البوس ما راح يخلص فنجرب. الله دربل من جهة وأنا من جهة. الله يسعدني. هد الليف هد الليف هد الليف. الله عليك. الله الكنترول. أوه والله شوي والله. أيوة. ايوه لا 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 قدامها قدامها. نعطي نفسنا دقيقتين ما جبناها. جي جي يا اخي صعب الكنترول والله صعب انك تتحكم فيها. الا المحترفين اللي يشوفون نفسهم محترفين هذا بيشوفون ذا الماب ايزي. شلون اوقف هنا انا بس اول مره العب مابات زي كذا حق دربل مسافه طويله مره يعني تعتبر.
والله هجت بالرصيف اقسم بالله. اخر محاوله. ما ان الماب الاول ما ينفع معنا فنجرب هذا الماب. هنا يقول شنو الصح في الجيم بلاي. اوكي. يقول تبغى تروح ايزي. انا ابغى اروح ايزي. اروح ايزي. الله 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 والله محترمين. اوكي بنبدا بالايزي ان شاء الله انه يكون ايزي صدق. الاستهبال هذا ما ادري متى بخليه. لا 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 شوفوا لازم ان ناخذ هذه الكوره البيضاء او هذا الشيء الابيض. المسته خلينا نبداها بدون شقلب. اوكي وين حتى بدون بوست. اوكي هذه يقول لا 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 هذه نقطتين اتوقع صح. اها هذه مشكلتي انا. بدينا نعرف المشاكل. المشاكل هي اوكي بلا فلسفة. اوكي اوكي وصلنا. لا الله علينا اخيرا اخيرا. اوكي اوكي كذا اترك ونزل. اوكي تكف. يو نو نو يا اخي ليش اطير زيود. اخوي راني يا شيخ غيرا. وول رانر وش ذي كذا يعني. وات لازم ننزل هذي. وصلني. اوكي اوكي انا ليش نطيت النطة. تكفى. يا رجل من اول يقطع بليس الحالة والله طولت. يا ساتر يا ساتر لازم اخليه على لفة الثانية. يا رب يا ساتر. تكفى وصلني. يا تكفى تكفى وصلنا. يا الله والله اسرع من اللي قبل وصلنا لها. يا ساتر هذه سريعه. تكفى. ايه يا شيخ عرفنا عرفنا شوي ونوزن. يا ساتر وش ذا. اوكي هذه سهله في البدايه. بعدين اذا جيت توجه لهذه ياه لازم تنط. اتوقع اتوقع لازم تنط. طيب اللي بعده اللي بعده. اوكي وزننا بس. تكفى. الله فليبر هيلب مي. نشوف هذه. ها اوه والله جامده. مستحيل هذا لازم توزن لها كذا. والعوب والله العظيم انها جامده. بدينا نوزن يا اخي. اجت هنا بس يعني بدايه توقعتها سهله صراحه. والله توقعتها سهله بس صار اذا ضغطت بوست اكثر. جي جي هو اذا رقيت سياره لفوق تبدا توزن. لكن ان شاء الله انه ما يخلص البوست بس هذا اهم شيء. يا ساتر والله صعب. اصبر وزن بغى يخلص البوست بس. وزن وزن. يا ساتر انا ليش مو قاعد اضغط اسرع. والله خايف تهج خايف تهج. اوكي
هدي هدي هنا هدي 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 حكينا بس هدي هدي. اليوم اكتشفنا ان موهبتنا 10 لا مو ب 10 واحد من 10 او 2 من 10 في هذه المبات. صراحه اني يبغالي اتدرب اكثر، يبغالي اتفنن فيها اكثر، يبغالي اشوف لي اعدادات تناسبني، لان كل الاعدادات اللي لقيتها في النت ما في شيء يناسبني حرفيا، الازرار ما ازرار ما في شيء يناسبني. فيبغالي اشوف اعدادات واحط اعدادات خاصه فيني، ما لقيت شيء يناسبني ونكب، ما اعرف اطير، ما اعرف الف الهواء، ما اعرف اطق الكوره. ان شاء الله بجيكم مقطع اليوم، اشوفكم على خير، سلام. لا تفوتكم العروض ترى، يوم 12 راح تخلص.